تسلمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شهادة الهرم الأخضر من رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك تقديرا لجهود الوزارة لإنشاء أول حضانة صديقة للبيئة على مستوى مصر والوطن العربي، وذلك باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة في قرية في سيوة. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرص الوزارة على مواكبة الاتجاه العالمي بتبني الأنظمة الصديقة للبيئة في مختلف المجالات، وذلك كجزء من الخطة العالمية لمحاربة التغيرات المناخية الشديدة الخطورة. أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذا الأمر يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وفي زيادة الكفاءة ودعم المشاريع صديقة البيئة، ومشددة على أن سيوة ستكون البداية وسيعقبها حضانات أخرى في مختلف محافظات الجمهورية.